والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. عسلامتكم ومرحبا بكم. نعرف اللي برشا منكم سمعوا عباد في القهاوي، في الديار، في الحوم، في الأسواق، على الصفحات الاجتماعية تقول علاش يا اخترت الدكتور محمد المنصف المرزوقي. أنا زيدة على خاطره راجل. أنا زيدة اليوم جيت نحب نقول لكم علاش أنا اخترت الدكتور محمد المنصف المرزوقي. على خاطرني أنا مريم. على خاطرني أنا مريم. أنا مريم اللي كنت صغيرة صحابي في الروضة يسألوني يقولوا لي يا مريم بوكش يخدم؟ قول لهم بابا يخدم في الدياليز. كي كنت صغيرة شفت أمي وهي عمرها 5 سنين تبكي. كبرت وريت أمي وبابا يتعذبوا، ما ريتهمش هكا هوا، ما عشت معاهم العذاب. كبرت وعرفت الدياليز ماهوش خدمة. كبرت وعرفت اللي بابا اعتقلوه وعذبوه، هذا اللي خسروا في 16 سنة من عمره. اليوم نرجع نشوف عباد تهدد باش تحل هيئة الحقيقة والكرامة. هيئة الحقيقة والكرامة اللي ننتظر فيها باش ترجع لي حقي، باش ترجع لي حوم طفولتي اللي انتهكت. لكن نقول لهم هيهات هيهات، عملنا ثورة هيهات، عنا حقوقي. يعرف شو معناها حقوق، يعرف شو معناها طفولة انتهكت، يعرف شو معناها كرامة إنسان. يحبوا يرجعوا يطيحوا لنا سقف المطالب متاعنا. لا، ما عادش باش نرجعوا نطالبوا بالحرية، ما عادش باش نرجعوا نطالبوا بالديمقراطية. سي عملنا ثورة تو، كلية شدت أختها. أنا أصيل في مدينة القيروان، أنا من ريف القيروان. أنا من بلاصة تقع بين الشراردة وبوحجلة. بنات عمي غادي يقراو في مدرسة اسمها التقدم. المدرسة هذيك ما عرفت من التقدم كان الاسم. 60 سنة من التهميش، اليوم في 2014 مازالوا يعيشوا تحت خط الفقر. 60 سنة من التهميش. سمعت الدكتور محمد المنصف المرزوقي يحكي على التجربة الماليزية. التجربة الماليزية ما جاتش من باب الصدفة، كانوا فما زوز عوامل. العامل الأول هو مهاتير محمد اللي لقبوه بالعاقل في زمن الجنون، وإحنا اليوم عنا عاقل في زمن الجنون. التجربة الماليزية، التجربة الماليزية كان فيها الشعب الماليزي الواعي، وإحنا اليوم عنا انتوما الشعب الواعي. وانا منكم، انا اسمي مريم. تعرفوا شو معناها مريم؟ مريم هي المرأة العابدة المتعبدة. وما فماش عبادة بلاش علم وبلاش عمل، وان شاء الله الكلنا بالعلم والعمل باش نحقوا الرفيه، مشكل التقدم ومشكل القروان، باش نحقوا لتونس كاملة، وباش تصير تونس مثال يحتذى به. تعرفوا علاش انا اخترت المرزوقي؟ على خاطره يشبه لامي وبابا. انا في عائلتي تربيت الحق حق والباطل باطل. وقت الثوره امي وبابا يهزوني للثوره ويقولوا لي هذه فرصه تاريخيه، والتاريخ يتعاش قبل ما يتقرا، وهذا يا رجل حق ورجل ثوره. انا اخترت هذا الدكتور محمد المنصف المرزوقي على خاطره يشرف تونس. ولعلكم كلكم شفتوا كيفاش يستقبلوه في الدول العظمى، كلكم شفتوا المحاضرات اللي يلقيها، كلكم شفتوا كيفاش العباد تقف وتبكي كي الدكتور محمد المنصف المرزوقي يتكلم. انا نحب كي نخرج من تونس ويقولوا لي انت منين؟ قول لهم انا بنت تونس، انا بنت الثوره، انا بنت امي ليلى القيروانيه، انا بنت محمد بيرم التونسي، انا بنت عبد العزيز الثعالبي، انا بنت بشيره بن مراد، انا بنت فاطمه بن علي،
انا بنت عبد الحق الاسود. زاد باش يكون لي شرف ان يقول انا بنت الدكتور محمد المنصف المرزوقي. اللي ما تعرفش على اساس انه ظالم، ما تعرفش على اساس انه فاسد، ما تعرفش على اساس انه ديكتاتور، تعرف على اساس انه حقوقي، مناضل، مثقف، رئيس تونس، رئيس الجمهوريه الثانيه، جمهوريه تونس، الثوره. المنصف المرزوقي علماني، ونقول لهم ان شاء الله علمانيين تونس الكل كيفوا، وان شاء الله اسلاميين تونس الكل كيفوا، وناكد لكم اللي هو علماني من نوع رفيع، واللي علمانية الدكتور محمد المنصف المرزوقي ستدرس في يوم ما، وانتم شفتوه كي القى خطابه ما ضربش الهوية العربية الإسلامية كما يضربوها برشا، وأكد على حرية اللباس، وأكد على الحريات، وهذه هي العلمانية التي ستدرس، وهذه هي العلمانية التي ستدرس. الدكتور محمد المنصف المرزوقي قبل الثورة، الدكتور محمد المنصف المرزوقي قبل الثورة خرج في الجزيرة وقال في تونس الحل الوحيد هو عصيان مدني وثورة. ريت أمي توح في راسها، قالت لي ما يدري يقول سبول، لكن مشيت الأيام وجات الأيام وتأكدنا إنه رؤيته هو هي الرؤية الواضحة، وما تحكم تونس كان رؤية واضحة. نفكركم اللي اسم الدكتور هو محمد المنصف المرزوقي، ما تجرأش ونحى اسم محمد من اسمه، ما تجرأش وبدل اسمه خاطر في اسم محمد. على ما يبدو، على ما يبدو هو الدكتور الوحيد ظهري اللي مترشح للانتخابات هذيا، وعلى الاقل منصب الرئاسة خلي يشدوا واحد يليق بمنصب الرئاسة. انا بعد ما حكيت هذا الكل حب نقول لكم لي انا في 23 نوفمبر 2014 مانيش باش ننتخب. انا عمري ما يسمح ليش اني ننتخب، عمري 17 سنة، لكن وعدت نفسي اني باش نجيب 100 صوت للدكتور محمد المنصف المرزوقي يعاودوا صوتي. اكثر من هذا، اكثر من هذا، انتوما الكلكم، انتوما الكلكم اصواتكم مضمونة، لكن كل واحد فيكم نهار 23 نوفمبر باش يجيب معاه 100 صوت للدكتور محمد المنصف المرزوقي.